جدا، لا يقل أهمية عن كل التجاذبات السياسية اللي توا نعيش فيها في البلاد. مش نحكي اليوم على المنظومة، منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه المنظومة اللي فيها العديد من النقائص والإخلالات. شنو الحلول؟ ماذا بنا نجم نعرف الحلول إذا كان هي متوفرة؟ طبعا مع ضيوفي اليوم أفاق البحث العلمي، وين ماشي البحث العلمي في تونس اليوم؟ إن شاء الله باش نعرفوه مع ضيوفي الموجودين في الأستوديو، السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سي منصف بن سالم. أهلا وسهلا بك سي منصف. أهلا بكم. مرحبا. مرحبا بك. كذلك معنا السيد محمد البحر، الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي بصفاقس. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك. شكرا. مع الضيوف اللي معايا باش يكون فما زاد المداخلات الهاتفية وربورتاجات أجريناهم مع الطلاب، واقع المنظومة التعليمية في تونس هذه في الفترة هذه، شنو الفرق بين المواطن التونسي أو الطالب التونسي يختار الجامعة الخاصة ولا الجامعة العمومية، وعلاش أفاق البحث العلمي؟ كل هذا إن شاء الله باش نتطرقوا له اليوم في حصتنا في رجع صدى. باش نبدأ مع سيد الوزير. سيد الوزير، وين وصلتوا في ترتيب أوراق الوزارة، وزارة التعليم العالي اللي هي يراهنوا عليها العديد من الكفاءات، يراهنوا عليها الأفراد والعموم والجمعيات والمؤسسات العمومية كيف كيف خاصة للبلاد هذية اللي نجم نقوله مؤسسة التعليم العالي هي مستقبل البلاد؟ وين وصلت ترتيب أوراق الوزارة في هذه الفترات الأخيرة؟ نعرف أنه اللي احنا سيء على أبواب عودة جامعية. شكرا، بارك الله فيك على هذه الاستضافة. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دعني أقول كلمة فيما يخص الإعلام، يعني لأن نحن الآن على أبواب سنة جامعية جديدة، وكنا من أول السنة حتى الآن يعني نقوم بأعمال كثيرة، وكنا نحاول أن نسوق هذه الأعمال إلى الشعب التونسي وإلى الرأي العام الداخلي والخارجي. لكن للأسف الشديد كان الإعلام غير مستعد لتسويق هذه الإنجازات وهذه الأعمال. كان الإعلام يبحث عن شيء آخر، يبحث عن يعني عن ثغرات، وإذا لم يجد الثغرات فهو يصنع الثغرات ويسوقها لأنها حقيقة. وكانت المادة الوحيدة، أقولها بكل شجاعة وبدون أي تردد، المادة الوحيدة التي يستعملها هي مادة الكذب. وللأسف الشديد يعني لعل الجو العام السياسي في البلاد حط بظلاله أيضا على الجامعة، لأن الجامعة هي مقصد الجميع وهي هدف للجميع، وكل له يعني غايه وله اهداف في هذه. سي المنصف، ما ينفيش انه فما راهو اخلالات ونقائص موجوده في الجامعه. هنجي. طبعا نحن عندما استلمنا الامانه هذه في شهر ديسمبر 2011، في اخر ديسمبر 2011، لم تكن على ما يرام. الجميع يعلم ان ما هو دور الجامعه سابقا، ماذا كان، كيف كان العمل السياسي يفعل بفعلته في الجامعة التونسية، كيف كانت تبعث الجامعات التونسية الفتية الجديدة، كيف كانت تحدث يعني الوحدات أو المؤسسات الجامعية الجديدة في مناسبات انتخابية وفي مناسبات يعني شخصية بحتة، كيف كانت المعاملة يعني في التوجيه الجامعي، في تسمية الأساتذة، في الانتدابات، في التحول من كلية إلى كلية. كل هذا يعني هو الآن موثق ومعروف يعني لدى الجميع، ولكن للأسف الشديد الإعلام يعني أغلق الباب على الإفصاح عن هذه الحقائق، وبدأ يبحث ويفتش عن أي ثغرة جديدة مع الحكومة الجديدة فقط. فهذا لحظة، دعيني. احنا يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، يوم 10 سبتمبر، سنقيم ندوة صحفية بالوزارة ككل سنة قبل افتتاح السنة الجامعية بيوم أو بيومين، نقيم يعني ندوة صحفية، وفي أثناء يعني الأعمال الكبيرة التي نعتبرها يعني كبيرة جدا في الجامعة نقيم أيضا ندوة صحفية، ولكن لا يمر منها عبر الإعلام سواء كان الرسمي أو غير الرسمي إلا النظر القليل، إنما قل صفر. سيد الوزير، هاو اليوم فتحنا المجال باش نحكيه على ترتيب أوراق الوزارة، شنو عنا؟ وهذا مشكور عليه يعني قناة القلم، نشكرها على العمل هذا، لأننا نريد أن يعيش المواطن التونسي، لأن هذه الجامعة أو هذه الجامعات هي من عرق جبين الشعب التونسي، وهي
تصرف، يعني المواطن التونسي يريد أن يتابع هذا المشروع العظيم، مشروع الحضاري اللي هي الجامعة التونسية. لكن للأسف الشديد المواطن في غيبوبة تامة عن أو في غياب تام عما يجري في الجامعة، لما نقول يعني باستثناء بعض من لهم يعني أبناء أو بعض من لهم يعني أقارب يتابع من قريب ومن بعيد بعض الأخبار الحقيقية عن الجامعة. نحن نريد أن يكون المواطن التونسي يتابع باستحقاق يعني كل ما يجري في الجامعة، سواء كان يهمه عن قريب أو عن بعيد، مش فقط اللي عنده ولد يقرأ، اللي عنده طالب يقرأ أو عنده طالبة تقرأ فقط هو الذي يهتم بالتوجيه الجامعي، يهتم بالمبيتات، يهتم بالمنح، يهتم بالبحث العلمي، يهتم ماذا بينا المواطن يعرف حتى شو صاير داخل الحرم الجامعي. هذه من أهم النقاط اللي اليوم إن شاء الله نطرحوها في حصتنا رجع الصدى. بالنسبة إن شاء الله بالنسبة للجامعة هذه السنة، يعني حاولنا يعني من أول السنة ونحن يعني تقريبا بدأنا في بعض لجان تشتغل من شهر جانفي 2013 إلى اليوم، تشتغل لتحضير السنة الجامعية الجديدة حتى تكون يعني إن شاء الله سنة ناجحة. وهناك يعني إنجازات عديدة ممكن سنأتي لها عليها تباعا في ماذا حدث في السنة الماضية، هذه السنة المنصرمة إن شاء الله، وماذا أعددنا للسنة القادمة إن شاء الله. طيب. هذا المجهود هو مجهود الجميع، مجهود الأستاذ، مجهود المسؤول، مجهود الإداري، مجهود الطلبة، مجهود أيضا حتى العمال داخل المؤسسات الجامعية، لهم دور هام جدا العمال داخل المؤسسات الجامعية. أكيد. حول 20,000 عامل لهم دور مهم جدا داخل الجامعة أيضا. طيب أكيد. سيد الوزير مستشار نرجع لك سي محمد، لكن باش نكمل نحكيه في نفس الإطار، قلت لك شنو عملتوا إن شاء الله، أو فرصة أنه الوزارة إن شاء الله نهار 10 سبتمبر باش تعمل ندوة صحفية باش تقول شنو انطلاق استعداداتها لانطلاق السنة الجامعية الجديدة. ورثتم عن نظام بن علي للأسف، ورثتم وزارة تعتبر للأسف سيد الوزير من أكثر الوزارات اللي تفشى فيها مظاهر الفساد والمحسوبية والتعيينات وغيره وغيره وغيره. أهم كي شديتوا الوزارة، أهم المظاهر اللي شفتوهم من الفساد واللي حاولتوا أنكم معناتها ننتقلوا لما أفضل، هات نبدأوا من العموميات بعدها ندخلوا للخاص. أهم الحاجات اللي شفتوهم فيهم فساد في الجامعة التونسية، وانت قبيلة بركة كنت تقول اللي راهو موروث ثقيل معناتها جنائي، هات نشوفوا أهم مظاهر الفساد اللي موجودة في الجامعة التونسية. أنا لا أدخل في التفاصيل لأن المسألة هذه الآن تحت أنظار القضاء، هناك ملفات عند القضاء الآن، أكثر من 25 ملف الآن عند القضاء، وهناك ملفات تحت الدرس في التفقدية العامة وهي تعد أيضا بالعشرات، والبقية تأتي. عندما تحدث عن الإرث الثقيل من النظام السابق، ليس أنه كل ما تركه النظام السابق هو سيء وهو أسود، ليه؟ يعني جامعتنا يعني والحمد لله يعني لها إيجابيات كبيرة، وكل ما فعل سابقا سواء كان في عهد بن علي أو في عهد برقيبة مش كله سيء، يعني فيه مربعات بيضاء، لا ننكر هذا، نحن نحاول أن نزكي هذه المربعات البيضاء وأن ندفع بها إلى الأمام، نحاول نقضيه على مظاهر الفساد، نقضي على مظاهر الفساد وعلى المربعات السوداء. فهذا دورنا الآن، يعني لأن عندما أعدد لك سوف أعجز أن أعدد في ساعة ونصف، مش نعدد لك كل يعني الملفات، هناك ملفات ضخمة جدا موجودة الآن. أبرزها سيد الوزير ديما نعاني ونقول الولايات السياسية، هناك الولايات السياسية حتى لو تمزت موجودة، المحسوبية الكذا كذا، بعض القاوة عبيد تدخل تقرأ والعبيد أسيدة تدخل تقري، اللي فما غيرهم يستناو 6-7-10 سنين التالي ونقاوم على خاطر ينتمي إلى حزب معين أو على خاطر عنده ولاء سياسي. نعم. موجودة سيد الوزير. بالنسبة للجامعة التونسية هناك إيجابية كبيرة جدا بدأت مع الجامعة منذ تأسيس سنة 53، وهي قضية الانتدابات عبر لجان الانتداب، هذا مثل ما هو سائر في الجامعات العريقة، الجامعات التاريخية الكبيرة، وهذا الحمد لله حسن إلى حد ما الجامعة التونسية، بالرغم ما فيه من فساد أيضا، حتى هذا بالرغم ما فيه من فساد، لأن عندما تقول لي اللجنة، القانون يقول اللجنة سيئة الموقف، ليس الحق الوزير أن يتدخل في نتيجة اللجنة، فهذا أمر جميل، لكن عندما تكون لجنة نزيهة، عندما تكون عملها شفاف، عندما يكون يعني الأساتذة المشرفون يعني الأساتذة أكفاء، فهذا عمل أمر جميل جدا مقبول، لكن عندما يكون غير ذلك، وهذا موجود
وهذا اللي نسعى وباش نحاولوا انه نطوقوا سيد الوزير. ماذا تتصور يعني ان نجد من الاشياء التي وقعت في ايدينا من الارشيف الذي ضاع في الحقيقه، لكن القليل الذي وجدناه يعني ورقه فيها نقل الاساتذه الجامعيين من كليه الى كليه. ففي الورقه رسميا ينص على الورقه مكتوب اسود على ابيض الاسم واللقب الاستاذ الجامعي الدكتور في الجامعه، الاختصاص، الكلية الأصلية، الكلية المطلوبة، الشخصية المتدخلة لصالحه. ما رأيك في هذا؟ عندما نجد هذا مكتوب رسميا في ورقة. هذا الموروث للقدوس في مصر. نعم وجدناها. نجد الشخصيات المتدخلة لصالح الأساتذة هي قائمات. عندما أجد وزير دولة. هذوما ملفات تحت القضاء سيد الوزير. موجودين تو تحت الخطر وأرشيف يضيع راه خطر كبير. هذا موجود. عندما نجد وزير يتدخل لصالح استاذ جامعي ربما نقبل ذلك. عندما نجد شخصيه مدير عام تدخل لصالح استاذ جامعي حتى يحول من كليه الى كليه ربما نقبل ذلك. ولكن عندما نجد رموز اخرى وعندما نجد اسماء مضحكه ومزريه اخجل من اذكرها الان امام المتفرجين. سيد سي محمد البحر يظهر لي عنده برشا ما يحكي لنا على ملفات الفساد. نفس السؤال، موروث ثقيل من نظام بن علي وبعد نظام بن علي ما زالت فما التجاوزات، ما زال فما ملفات فساد. قال سيد الوزير لي الكثير منها تحت القضاء. نقابة التعليم العالي موقعها في انها تحد او تعالج ملفات الفساد. شكرا اخت مروة. بالنسبة اريد ان اؤكد على شيء، انه لهنا نمثل فرع الجامعي يعني صوت النقابي في صفاقس. يعني بالنسبه للمساله هذه باش تبدا واضحه، لان المساله هي في التعليم العالي هي مساله وطنيه وربما تهم الجامعه العامه. هي تهم الجامعه العامه. انا باش نعقب على كلامك، جريتني للحديث مسار سامحني باش نقاطعك لي بضع ثواني مش بضع دقائق، انه حاولنا انه نتصلوا بالجامعه العامه سي حسين بوجره وكلمناه وقال اللي هو اليوم مرتبط بالتزام ما نجمش يحضر، لكن اعطانا اسماء اخرى انه ينجموا يحضروا معنا في البلاتو، لكن ما رانا انه بعد ما نسقنا معاهم يعني التزموا انهم يغيبوا، وسمعنا حتى كلمه سكروا الملف. يعني انا نستغرب نقابه بعد ما كنا قبل النقابه تحب توصل صوتها وتحب تقابل طرف من معناتها الوزاره والطرف الحكومي باش تدلي بدلوها باش تعطي يعني الصداء الايجابي، نلقاو نقابه تقول تتغيب. لكن الحمد لله فما احنا اليوم حابين تكون النقابات او الاطراف الكل موجوده، الجامعه العامه للاسف ماهيش موجوده، لكن الحمد لله انه فما الكاتب العام للفرع الجامعي بصفاقس، اللي صفاقس فيها هي قطب مش حتى اقتصادي برك لكن تعليمي، وهذا بشهاده الجميع. ويهمنا انه تكون الجامعه والبحث العلمي يكون متميز، مش كان في صفاقس برك مش حكاية جهويات، لكن ماذا بينا أنه تكون الإشعاع على تونس كاملة. كما سي محمد. شكرا. بالنسبة للفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي جهة صفاقس، يعني من منطلق إيمانه بأنه صارت ثورة في تونس وأن عندنا أمل أن الثورة هذه تحقق الأهداف نتاعها، من بين الأهداف نتاعها اللي رفعناها من بداية تكوين الفرع الجامعي من بداية المؤتمر للفرد أنه القطع مع الماضي في اساليبه وفي سلوكه في جميع القطاعات من بينها قطاع التعليم العالي والقطع مع الفساد ومحاربه الفساد. وكان اول اجتماع منه اجتماع اطارات في الاتحاد الجهوي في 12 سبتمبر 2012 كان من بين النقاط هو انخراطنا الواضح معناها عبر اللوائح، واللوائح هذه تمشي لرئاسه الجامعه تمشي للوزاره تمشي للولايه تمشي لبلاصه، انه الفرع الجامعي في صفاقس منخرط في مقاومة الفساد في قطاع التعليم العالي. أهم مظاهر الفساد سي محمد. بكل وضوح. ونقول لك الموقف هذايا يتميز به الفرع الجامعي حتى على مستوى الأطر النقابية. يعني بوضوح أنه ثم نية نتاع مقاومة الفساد. لكن قبل ما نقاوم حاجة يلزمني نشخصها، وين موجود هالفساد هذايا؟ شنو مظاهر الفساد سي محمد؟ صحيح ممكن. السيد الوزير قال ثم نقاط مضيئة ربما خلها لنا النظام السابق. احنا نقول ربما كي تجيك نقطة في وسط سواد كامل ما تظهرش. بالنسبة لنا الفساد هذايا لمس جميع من الفرد العادي حتى المسؤول الكبير. يعني فساد مستشري في على مستوى العقلية وعلى مستوى الممارسة. يعني ثم كي باش نبدلوا احنا باش نقاوموا الفساد يلزمني نفهم الفساد هذايا شنو تأثيره
على الحياة الجامعية. وين موجود في علاقة الأستاذ ببعضهم، في علاقة الأستاذ بالطالب، في علاقة الأستاذ بالإدارة، في العلاقات البشرية موجود. وحتى الحاجة الباهية في الجامعة هي الانتخابات، معناها أصبحت هي في بعض الأحيان هي مشكل، لأن كل شيء يتبرمج على الانتخابات وتولي العلاقات تحكم فيها انتخابات، وفي بعض الأحيان معناها يقع ضغوطات وتقع معناها ممارسات المقصود منها حملة انتخابية، ولكن في حقيقة الأمر أنها تضر بالتعليم العالي. ورغم ذلك احنا متشبثين بالمكسب هذية، ولكن مع بعضنا نحدد وين موجودة. أنا حسب رأيي معناها الفساد في مقاومته في جزئين، جزء ماضي وجزء حاضر. إيش معنى جزء حاضر؟ معنى إذا كان أنا ما نعملش إجراءات كنقابة ولا كوزارة ولا كذا، أنه إجراءات جديدة قوامها الشفافية، قوامها معناها الوضوح، قوامها معناها العدل، قوامها معناها إذا كان ما نعملش شيء هذا معناها نخلي له فرصة الفساد باش يتواصل. وإحنا وثم فساد كان موجود لازم نقوموه. ربما هنا احنا لن نطالب الوزاره ونرهقها بعن الملفات الموجوده، ان نقول حل الملفات الفساد اللي موجوده في الجامعات التونسيه كل، في المخابر الكل، في مراكز البحث، في يمكن 50 سنه. ولكن احنا تعاملنا مع المساله هذه في ملفات معينه، مثلا كما نقولوا احنا في جهه صفاق التعليم العالي تعاملنا مع زوز ملفات، وملفات هي فساد في سوء تصرف مثلا في اموال عموميه، لان هذه مساله خطيره. اطرح علينا زوز ملفات، ملف متأكدين وتأكدت الوزارة بنفسها أنه فيه ملف في ساد هو ملف متاع المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، فهمت؟ وثم ملف احنا مطالبين بتقرير الوزارة واللجنة الوزارية اللي جات قبل الثورة من 2010، وطلبنا عبر عريضة ممضات من أغلبية في المجلس العلمي، أغلبية أعضاء النقابة والعميد الذي أجريت معناه المراقبه في وقته هو، فهمت؟ الفرع كتب عن فرع جامعي وامضينا وبعثناها للوزاره، فاكسيناها للوزاره، نطالبوا اطلاع المجلس العلمي للمؤسسه على التقرير هذايا وشنو في احواه. كيما كيف الزملاء في المجلس الوطني المهندسين معناها النقابه الاساسيه ومع زملاء، يعني بعد نضال كبير معناها استجابت الوزاره وبعثت لجنه وتقصت الحقائق فيما يخص والله يعني فترة طويلة، فترة لا 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 في بعض أشهر، معناها في السنة الجامعية الفارطة هذه ما استنيتوش عام آخر، لا لا معناها في الفترة معناها الجامعية السنة الجامعية الفارطة معناها بدأت المسألة هذيك، ووقع معناها اللجنة جات وحققت وتقرير اللجنة. يعني احنا لهنا الخلاف اللي صار أنك بعد لا تعمل التقرير هذايا، هل أنه يصبح سري ولا يطلع عليه المؤسسة ويمشي للقضاء، فهمت؟ وإحنا نعرفوا اللي كل شيء في الجامعة بالانتخابات. يعني أنا بالنسبة نحنا ماناش ناس فوضويين ولا نطلبوا ليش تشهير بالعباد ربما ذكرت في التقرير، ولكن قلنا من حق، والعديد من الجلسات تعملت مع رئاسة الجامعة في المسألة هذه، يعني قلنا من حق المؤسسة والمجلس العلمي متاحة أنه يطلع على ما أصبح حقيقة تجاوزات مادية مثلا مالية في التسير المالي للمؤسسة، من حقهم أن يطلعوا عليه. وحتى لو كان ثم أسامي متاع بعض الأساتذة اللي تعاملوا مع المسألة هذية في الملف هذية، يعني يبقى هو في إطار المجلس العلمي في إطار المؤسسة، لأنه من حقنا زاد احنا تو إذا كان قلنا أبناء ثورة أني ما ننتخبش وما يتقدم ليش إنسان تورط ولو جزئيا ولو حاجة مش خطيرة في ملف هذية، وهذا اللي طلبنا به. ولكن مع الأسف السيد الوزير بحثنا معنا ضبينا نلقى تفسير، يأتي التقرير من معناه مصالح الوزارة مكتوب عليه سري للغاية. علاش سيد الوزير؟ فهمت؟ أنا كنتش نعدي في تيار رأي المواطن في منظومة التعليم الجامعي، لكن هذه تطرح نفسها، علاش التقرير ما يطلعوش عليه؟ علاش سري للغاية؟ بأمر من القضاء منكم أنتوما؟ لا، من مصالح الوزارة هو التقرير، كلمة طيب سري من طيب مصلحة الوزارة مش الشؤون القانونية. يبدو أنه مش فسرنا سيد الوزير. هو الوزارة لها يعني قسم اسمه قسم القانون، يعني قسم المستشار القانوني، ولها تفقدي عام، وتفقدي العام يرأسها قاضي، مش رأسها إنسان، يرأسها قاضي. أول من المعروف أنه كل جميع التقارير النهائية تطرح إذا كان فيها ما يثبت إدانة أو شيء من هذا القبيل، يقع إمضاءها من طرف الوزير، ثم تذهب إلى السيد الوكيل العام الجمهورية، والسيد الوكيل العام الجمهورية ما يفصحش على مستوى التقرير إلا بعد تحقيق وبعد إجراءات قانونية معروفة، بعدها يصبح للعلن. للعلن
أما قبل ذلك لا يمكن أن نعلن عنه، لأنه يمكن أن سيد وكيل الجمهورية ممكن أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. صح، هذه حاجة. لا، وحاجة أخرى يمكن فيها خطر، يمكن فيها بعض معلومات مش تأتي، وإذا به إذا كان إحنا أصبح هذا التقرير للإعلان للعموم هكا المعلومات، لا ما يخليش القضاء والتحقيق يصير سير طبيعي. هذا شيء معروف في جميع القضايا التي تطرح على القضاء، في جميعها مش كان في الفساد فقط. طيب، يعني الآن عندنا وزير لمقاومة الفساد اللي هو عنده ملفات بالمئات بل حتى بالألف، لا يمكن إذاعة أي تقرير حتى يكون القضاء كلمته في الموضوع هذا. فبالتالي نحن الآن يا أخي كما كان يذكر زميلي، نحن صحيح والناس متعطش على معرفة الحقيقة، الناس متعطش على من المتورط في هذه في إذاعة المال، إن صح أن يكون هناك إذاعة مال. أنا أقول يا أخي ما نتسرعوش، لأن عندنا ثقة في القضاء متاعنا، عندنا ثقة في التقارير الذي عملتها تفقدية في أنا ما نحبش ناخذ قضية بعينها، ولكن إذا كان الأخ محمد يعني أراد أن يصر على الحديث في القضية هذه، كم مرة جاكم يعني متفقدين من الوزارة؟ عدة مرات هكا ولا؟ كم مرة جاكم مستشار من الوزارة أيضا تبع القضية هذه؟ يعني بقيت القضية حوالي 6 أشهر نتبعوا فيها هكا ولا بعد ما أنا توليت الوزارة؟ لكن هذه كلك يا أخي مش نمشوا بعدين الكل رجعها في العموم والناس تهز وتثبت بعدين، وظل في الفيسبوك الناس ظلت تندر بها، وظل واحد يطلع واحد يهبط، ويولي القاضي ما عادش ينجم يخدم على روحه. ما عادش ينجم يخدم على روحه به. ولكن بخلاف هذا، لا لحظة بخلاف هذا، أنا يعني أطمن الأخ محمد وطمن زملائي، أنا ولد يعني أنا زميل في جامعة صفاقس، أن إذا كان إحنا ارتأينا أنه شخص ما قد يصبح متورط في قضية مثل هذه، فحتى عندما يترشح نبعده عن الترشح دون ما يدخلوا فيها حسابات أخرى، حتى يعني حتى نترك المسألة تمشي بكل شفافية وبكل نزاهة دون أن نثير بعض الحساسيات اللي ربما يعني تترك بعض التشنج بين الزملاء في أنفسهم. واضح. تعليق صغير ونتعدى للغبورتاج سيسي محمد. شكرا. احنا اللي مش مقتنعين بسريته على المؤسسة، سريته على العموم الأسادة على العموم الناس معقولة، ولكن سريته على المؤسسة وعلى رئيس المؤسسة وعلى المجلس العلمي متاع المؤسسة اللي هي من المفروض أي تجاوز صار في المؤسسة يجب يطلع عليه، لأن المدير هذاك هو مسؤول على صرف واحد. تنجم تكون ثم التصرفات في الميزانية بطريقة هو ما عندوش عليها تجربة، كي يكتشف هك الطريقة متاع التلعب هذيك ينجم هو يحفظ المؤسسة منها. ووقع هو نقول لك اللي احنا ربما وقع اطلاع مدير المؤسسة على جزء من التقرير مش في المؤسسة وإنما في رئاسة الجامعة. يعني ما معنى أن مدير المؤسسة يطلع على جزء من التقرير هذا واللي هو مكتوب عليه سر؟ أنا نحب علاش رئيس الجامعة يطلع عليه ورئيس المؤسسة ما يطلعش عليه؟ إذا كانوا سري الغاية يبقى في الوزارة، يبقى في هذه حسب مصادرك سي محمد. لا بالنسبة للتقرير شفناه سيد الوزير يقول لك ليه لا التقرير موجود في رئيس الجامعة، هذا متأكدين منه، شفنا معناها النسخة ورانا، ما طلعناش على التقرير، ما شفنا التقرير جاي مكتوب عليه سري، جاي من الوزارة لرئاسة الجامعة مكتوبة سري. المسألة هذه راهو ينظمها قانون النفاذ إلى المعلومة، والقانون النفاذ إلى المعلومة لا يعتبر سري كل ما تعلق بتلاعب بأموال الدولة، يعتبر سري كل ما هو متعلق بأمن الدولة، كل ما هو يتعلق بأسرار متاع جيش متاع أمن متاع كذا. أما المسألة هذه سي منصف راهو بأي قانون تمنع إنسان يترشح وهو من لم يدان بعد؟ احنا القضاء قلنا حتى في مع رئيس الجامعة قلنا إذا كان تعدل القضاء تمنوا الأسئلة ده، أعطونا رقم القضية المتعدل شو اسمه يعني القضاء، اعطينا رقم القضيه خلي الناس تطمن ان المساله هذه راهي تعدت القضاء. هذه اول حاجه، هذا لم نحصل عليه. الثاني حاجه انه باي حق انت الانسان حتى اسمه موجود ومازال القضاء ما حكمش عليه ومش طول الحكايه عامين ثلاث والانتخابات توفى، باي حق باي قانون تنجم تمنع واحد وارد اسمه، انت تعرف اسمه وارد في التقرير وتقول له انت مثلا ما تقدمش ترشحك؟ لا مش بتقول مش ترشح، ننصحه احنا ان يبتعد على مثل هذه باش التحقيق ياخذ مجراه. احنا مشينا مع الجامعه مع ربما بالتنسيق معهم، انتم في بالك المعلومات هذه، ان مشينا معهم احنا كناس مسؤولين، ثم حتى لجنه صغيره تطلع ويقع، خاطر احنا اللي يهمنا هو حفظ اهداف الثوره، هذا باش تبدا الامور واضحه. راهو بالنسبه لنا احنا معناها بالنسبة لنا احنا ما نحشموش ومازلنا شادين ونتكلموا بلغة الثورة، وفهم واحنا من الناس اللي ساندنا في بياناتنا واضحة رغم الموقف ما ثماش موقف صحيح
واضح من الجامعة العامة والامتحانات احنا رانا مع تحسين الثورة مع تحسين انتخاباتنا زادة، لان تحسين انتخابات التعليم العالي هي جزء من خلينا نرجعوا لمظاهر الفساد اللي تأثر على منظومة التعليم العالي. قبيلة قلت انت سوء التصرف في الأموال العمومية وكذا تأثيره، يعني نجم نقول لك تأثير الفساد زادة حتى في الكلاسمون تاع الجامعة التونسية اللي للأسف وين ما عادش نراوها في 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 ترتيب العالمي لا في العالم ولا في العربي. نمشيو نشوفوا رأي المواطنين وخاصة الطلبة. زميلتنا شيماء الوسيتي خرجت للشارع وسألت المواطن في المنظومة الجامعية شنو رأيه في المنظومة الجامعية الآن في تونس بعد الثورة. منظومة التعليم العالي بتونس اليوم أصبحت محل إشكال من قبل العديد الذين عبروا عن تنجيدهم لها وشككوا في الجامعة التونسية التي اعتمدت منظومة إيمد دون التفكير في مضارها على الطالب التونسي وعدم مراعاتها لسوق الشغل بتونس. بالنسبة للمنظومة متاع التعليم العالي ليسانس وماستر ودكتورة، الإنسان ما يوصل يقيمها إلا ما يشوف النتائج متاعها. كي نشوفوا نحن النتائج متاعها كسوا في سوق الشغل ولا كذا، معناها يلزم يكون فما أن كونت روندو. الكونت روندو واضح معناها أنه معناها فما تحس فما ديفايونس كالكو بار في الريجيم هذا. أوكي، هالريجيم هذا معناها مومون دوني وصلت لي ديبلوم ولا معناها موجودين أتوغي أترافير العباد الكل، معناها وصلنا لتو متاع دي ديبلومي كبير برشا. اوكي، بنوسيون تاع شنيا، بنوسيون تاع دي كونديسيون عايشينهم، كسوا الضغط اللي عايشته البلاد سورتو في المرحله هذه والمرحله الاخرانيه، انه الانسان ا مومون دوني حاط في مخه اذا كان دخل باش يقرا راهو باش ينجح. منظومه التعليم العالي الجديده عندها برشا دي بينيفيس وعندها برشا دي زانكونفينيون، معناها تيل فاسون ما نتصورش ان هي باش تنجح برشا في تونس، فهمتني؟ لخاطر ابريتو معناها انت كيما كي تمشي للفاك الشيء يقول لك ال و ام دي ما فماش، معناها فهمتني؟ ابريتو ما تنجمش تعمل دكتوراه في تونس، فهمتني؟ وبارسا معناها التعليم في تونس ناقص برشا حاجات وبرشا يلزموا برشا دعم و سيرتو سوق الشغل. معناها المستوى نتاع التعليم نتاع الشهاده التونسيه في المستوى العالي اعمال كل عام ينقص من العام العام، هذا هي حاجه بصراحة تأسف برشا التوانسة. إذا باش نصلحوا لازم صارت إصلاح قاعدي من الباك ومن التعليم الأساسي، وباش نجموا يكون عندنا شاهد في المستوى المطلوب، مستوى سوق الشغل ومستوى المطلوب على مستوى الإدارات ومستوى سوق الشغل. منظومة التعليم العالي في تونس اللي هي منظومة LMD، يعني ذي منظومة اللي تعملت سنين الأخرى تو، ما عنديش برشا كيما نقولوا 7-8 سنين حاجك. منظومة ذي والله متعبة شوية، معناها الاستوديونيت تو، واحنا تو الاستوديونيت اغلبيتهم نشوفوا معناها في المطالب متاع سواء النقابات الطلابية، فهمت؟ وحتى الطلبة معناها الطالب انه تتغير المنظومة هذه ويشوفوا بديل اخر. منظومة التعليم العالي في تونس تعبة برشا، والحقيقة الشيء هذا نجم نشوفوه كي نشوف الكلاسمون متاع ليزونيفرسيتي. الجامعات التونسية ما فماش لا في التوب 100 ولا في التوب 200 ولا في حتى شيء. تعبين على الاخر. قريت 4 سنين فهمت، دونك عملت ميتريز، مي بون معناها اللي نعرفه انه تعمل 3 سنين معناتها و سي با دوني للناس الكل معناها انك تكمل تعمل انجينيور 2 دونك ولا ماستر بلوتو، فهمتني؟ وحتى كان كملت ماستر معناها سي با دوني انك تعمل واحد الدكتوراه نتاعك، فهمت؟ دونك اللي نعرفه معناها انه حتى العامين اللي باش تكملهم ماهمش يزيدوك حاجه كبيره في الواحد نتاعك في السي في نتاعك ولا حتى في الفورماسيون نتاعك، فهمت؟ ديجا انا نشوف نعرف شكون معناها انه عمل الواحد عمل 3 سنين وتو عمل عامين دونك، وقال مازال يستنى باش يوافقوا له في الواحد على الدكتوراه نتاعو، فهمت؟ دونك جو فو با معناتها شنيا الواحد شنيا الانتيري نتاع الحكايه، معناها اذا كان تعمل انت تقرا 3 سنين ومن بعديك يخليك تقرا عامين وفي الاخر يقص عليك، فهمتني؟ وبار هذا الكل تعمل 3 سنين تعمل الماستر نتاعك معناها تجي وتقعد، فهمني؟ تجي تكمل قرايتك وتقعد تفرج في الواحد في الدبلوم تاعك. لكن هذا لا ينفي وجود بعض الميزات لمنظومة إيمد والمتمثلة أساسا في تقليص مدة الدراسة وتعدد الاختصاصات وغيرها. الحاجات الباهية اللي في ال LMD ان هي تقصر المدة نتاع القراية، يعني في عود باش تقرا 4 سنين تقرا 3 سنين بركة ابريتو، وزيد تكثر في الاختصاصات، معناها تولي ديريجي برشا، معناها الاختصاص تمشي له ديريكت من غير ما تبقى ما تتفرع في تقرا جلوبالمون، معناها اش فما يعني الاختصاص بيان ديتيرمين. LMD فيها وعليها
فيها حاجة باهية وفيها حاجة خايبة. ديما الحاجة الباهية أنها قصيرة، أقصر 3 سنين مش كيما 4 سنين كانت قبل السيستم القديم. تساؤلات لا تزال تطرح إلى اليوم، متى سيتم تحسين منظومة التعليم العالي وفق ميزات بلدنا ووفق سوق الشغل ومتطلبات القطاعات؟ هذا هو رأي الطالب التونسي في المنظومة الجامعية الحالية. سيد الوزير، كي لاحظت يعني العديد من الطلبة كي تسأل وتقول شنو رأيك في المنظومة هذه، يجد يقول لك ما تصورش أنها باش تنجح، متعبة برشا، الطالب تعب ياسر، تعبين، ما نجي ونقرأ عامين ولا 3 ومن بعد نجي ونتفرجوا في الدبلوم. علاش النظرة التشاؤمية هذه؟ هو كل حاجة جديدة لازم ثم رد فعل عليها. قداش من جديد؟ تبارك الله، انا برشا راهي على منظومتي مد عندها توا 7 سنين، من عام 2006 هي بدات. لكن انا مش باش ندافع على منظومتي لاني انا كنت ضدها، انا كنت ضد الاختيار هذا الاختيار. في المده الاخيره كنت في فيينا في مؤتمر الطاقه النوويه، وكان حضر معنا وزير فنلندي للتعليم العالي، وكانت معروفه انه فنلندا بيجمع الجميع تقريبا، هي تكتسب افضل منظومه تعليميه في العالم تقريبا، في العالم فنلندا. التلميذ يدخل الابتدائي 7 سنين، ما يدخلش 6 سنين، ممنوع يدخل 6 سنين، في الابتدائي 7 سنين. والتلميذ يوصل اسرع من التلميذ الفرنسي ومن التلميذ الامريكي في اتمام دراسته بنجاح تام. فسالني سؤال قال لي ما رايك في منظومه ايمد؟ فقلت له انا كنت مش اطرح ليك هذا السؤال، جاوبني انت الاول. ساعه قال لي نحن نرفضها ب 99% في فنلندا، وهي اسقطت علينا اسقاطا. يعني هو في قلب اوروبا يعتبر انها اسقطت عليه اسقاطا. قلت له انا في شمال افريقيا، اذا انت اسقطت عليك مصاطه فماذا اقول انا؟ نحن عبيد لها معناها. فالحقيقه انه يعني فيها ايجابيات وفيها سلبيات، لا ننكر هذا. يعني بالنسبه ايجابياتها قالوا سيد الوزير، قالوا تقصر لك في وقت القرايه. مش هذه فقط، هي 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 الايجابيات الكبرى هي توحيد المنظومه التعليميه في العالم او تقريبها لبعضها، حتى يصبح النقل الاشخاص ليس لا تعترضها مشاكل او بعض الحواجز. لان انا كيف نكون عامل نظام دراسي منوع نمشي لفرنسا نقل نظام اخر، الشهاده اين ستوضع الشهاده هذيك؟ كيف تنظر في فرنسا؟ كيف تنظر في ايطاليا؟ كيف تنظر في روسيا الى اخره؟ الغايه من 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 ايمد هذه منظومه ايمد هي توحيد، هذه اول غايه، توحيد المنظومه في وسط جغرافي ممتد على يعني مسافه كبيره، وهي اوروبا وربما حتى امريكا فيما بعد. لان هناك طول الان المنظومه الانجلو ساكسونيه والمنظومه الاوروبيه او منظومه بولونيا اللي هي ايمد هذه نسموها ايمد. لكن سيد الوزير اذا مطبق علينا في تونس راهي لا امريكا لا فرنسا، نحن عندنا عندنا قرايه ابتدائي تحضيري اساسي اللي هو تعب برشا مش شوي. عوجينا احنا في تونس، تونس وشمال افريقيا بصفه عامه، يعني عندنا مدخرات بتروليه، عندنا اشياء بسيطه، ولكن اهم مدخر عندنا هي العنصر البشري، هو اكبر مدخر عندنا. والعنصر البشري يمكن ان يكون هو مصدر، يعني مصدر مال ومصدر طاقه ومصدر كل شيء. والعنصر البشري الان يشتغل الان يعني المتخرج التونسي في اوروبا او في امريكا او في الشرق الاوسط، وبالتالي لابد لهذا العنصر ان يكون يعني يعيش محيطه، يكون غير غريب عن المحيط نتاعه، مش يعمل شهاده غريبه شويه عن المحيط نتاعه. ولذلك احنا في منذ تاسست الجامعه التونسيه في الخمسينات تاسست بنظام فرنسي بحت، وواصلت على ذاك المنوال الى اليوم، هي ما تغيرتش على النظام الفرنسي، لان كنا دائما التعامل بينه وبين فرنسا هو اوسع تعاون معناها دولي بين تونس وبين العالم الاخر. وبالتالي كنا يعني كان النظام التونسي اختار لنفسه التبعيه لفرنسا تبعيه 100%. مش حتى تبعيه يعني في بعض، لا تبعيه 100% حقيقه، هذا الموجود يعني. وهذه ربما ينظر اليها البعض انها سيئه، وينظر اليها البعض انها حسنه، لانها يعني حصنت شويه المستوى نتاع تونس وخلت المستوى نتاع هذا مستوى دولي. توجو بعدين لترتيب الجامعات، مش هذا القصد نتاعي، لكن ان تونس الان ينظر اليها بنظر الرضا
فيما يخص المستوى التعليمي، فيما يخص مستوى الخريجين. طيب هل تشوف الخريجين والطلبه سيد الوزير؟ توجه لحظه باش نطرح عليك سؤال، لكن مش من عندي انا، خاطر مكالمات هاتفيه وصلتنا، طلبه استغلوا الفرصه انك موجود يحبوا يطرحوا عليك سؤال. باش نتعرفوا على سيد الطالب، نتعرف عليك خويا. الو مرحبا بك خويا، نتعرف عليك. معك ياسين اللوس، متحصل على الاستاذيه في المحاسبه. حبيت تدخل سيد وسيم، قلت تحب تحكي على منظومه إمادة، عندك بعض الاسئله، ماذا بك ما تطولش برشا باش تروحوهم على سيد الوزير باش نكملوا الحوار نتاعنا. واضح، شكرا لاتاحه هذه الفرصه. الاستفسار نتاعي حول مرحله المراجعه في المحاسبه والمناظره للحصول على الخبره في المحاسبه. تدخلي سيتمثل في ثلاثه اسئله. أول سؤال، متى ستتم مناظره المراجعه في المحاسبه للسنه الفارطه ونحن على ابواب سنه جامعيه جديده؟ السؤال الثاني، كيفية تسوية الوضعية للطلبة الناجحين في مرحلة المرحلة التحضيرية للمراجعة في المحاسبة لدفعة سنة 2011 و2012 الذين لم يجتازوا المناظرة لعدم وجود نص قانوني يمكنهم من اجتياز الامتحان؟ باهي، والسؤال الثالث؟ والسؤال الثالث، بالنسبة للطلبة الراسبين المتحصلين على الأستاذية وفق النظام القديم، هل سيبقى بإمكانهم اجتياز المناظرة علما وأن المواد المدرسة بالنسبة للنظام الجديد أكثر من النظام القديم؟ طيب شكرا لك سي وسيم. هذه ثلاثة أسئلة اللي تنجم تكون تعبر على الطالب، يعني بعض الشواغل تعبر على الطالب التونسي اللي هو مثلا الأستاذية في المحاسبة، وقتاش تكون المناظرة، وقتاش كيفية تسوية الوضعيات، اجتياز المناظرات اللي هي يعني وليدة على المنظومة هذه الجديدة اللي تقاهم. هي سبب المنظومة إمادة، هي سبب من الأخر مشاكل الوزير اللي كان يذكر فيها الأخ الطالب. صحيح، نحن عندما يعني جينا للوزارة كانت أول الملفات التي تروح على الوزارة هو ملف، هذا ملف يعني المراجعة في المحاسبة. وكان عندنا إشكالية أنه هناك من يحمل الأستاذية وهناك من يحمل الإجازة نظام إمد، كيف سيتناظرون في مناظرة المحاسبة؟ وأول ما فتحت هذا الملف كان لي اجتماع مع عمادة الخبراء المحاسبين لورد دي زيكسبير، وطرحوا علي الاشكاليه نتاع نظام إمد، وكان عندهم اعتراض شديد على كان عندهم اعتراض شديد على مشروع قرار في امتحان المناظره هذه مراجعه المحاسبه، كان عندهم اعتراض شديد عليه. اخذنا ارائهم وكوننا لجان في الوزاره اخذت تدرس في كيفية تعديل الأمر هذا اللي مش ينظم المناظرة. وبقي الأمر هذا يمشي ويعود بين وزارة التعليم العالي والوزارة المالية، الوزارة الأولى، ثم الوظيفة العمومية، ثم المحكمة الإدارية، ثم يعود إلى وزارة التعليم العالي، معناها ذهابا وإيابا، إلى أن خلصنا والحمد لله منذ أسبوعين إلى تمرير القرار هذا، الأمر هذا، إلى مجلس الوزراء حتى يمر إلى الرائد الرسمي، ثم نقيم يعني المناظره ان شاء الله في شهر سبتمبر الحالي هذا. معناتها نبشروه. نعم، الا انه في 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 مجلس الوزراء وصلت يعني اعتراض شديد من طرف عماده الخبراء ايضا من جديد. فبطلب من السيد وزير الماليه تم سحب هذا الامر من مجلس الوزراء، ثم اعيد لاعاده بعض يعني بعض اشكاليه موجوده فيه، بعض بنود موجوده فيه، وطلب منا ان ناخذ براي الخبراء. نادينا الخبراء لوزاره التعليم العالي، ونادينا يعني ممثل عن كل وزاره يهمها الامر، منها الوظيفه العموميه، منها التشغيل، منها الماليه، منها ووزاره التعليم العالي بالطبع، وخبراء في القانون، واخذوا يعني هذا الامر لتعديله، تعديل يعني شكلي بسيط يعني مش كبير برشا. وانتهينا من حظوظ الناس، حظوظ الناس الكل، حتى نضيع حقوق الناس، حتى نضيع الابناء. وكما ذكر الان الطالب وسيم بان فعلا سنتين كاملين ما صارتش المناظره هذه، والناس تنتظر حتى سنتين. شكون ماشي؟ شايف كيفاش هذا هو هذا المشكلين، لان الذي وضع نظام إمد لم يضع يعني كل الاشكاليات اللي ممكن تعترض هذا النظام. حاولتوش سيد الوزير انكم ما نعرفش انا اللي وضع النظام نحن عندنا اقل من سنتين يا بنتي.
عندنا اقل من سنتين توا. والمشاكل كمشروع سيد الوزير خاطر كل تحكي انه راهو جلسات كمشروع ما على الاقل تاريخي يحسب هذا مشروع انه تعديله ايقافه اصلاحه. المشروع هذا فيه المشروع هذا فيه فيه اناس متشاكسون، فيه اللي يحب هك وفيه اللي يحب هك، كيف تنجم تردي هالشيء هذا؟ مش من الامر الهين يعني. عندما نتكلم لازم المحافظه على المستوى العلم، لازم المحافظه على يعني رضا الاطراف او على الاقل نصف رضا الاطراف كلها، لازم المحافظه على مستقبل ابنائنا، لازم المحافظه على مستوى الوزاره وعلى كلمه الوزاره وعلى يعني هذا كله بدنا نحافظه عليه، هذا كله ناخذه بعين الاعتبار. كل هذه المعطيات تدخل في معادله، ما هو المعادله هي التي تنتج هذا الامر الاخير اللي ان شاء الله يكون باذن الله تعالى في الرائد الرسمي اما الاسبوع هذا او الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله سي وسيم تقريبا كيفيه تسويه الوضعيه. نحن سميناها مناظره سبتمبر 2013 حتى إذا كان صارت في أكتوبر نكتبها باسم سبتمبر. سبتمبر تقادمها في سبتمبر. المقاربة اللي قدمها الطرف النقابي سيد سي محمد البحري لي في إطار المراجعة والإصلاح، هك كنت تسمع وتشوف في الريبورتاج الطلبة شنو يحكيو سي وسيم هاو طالب الدخل قال كيفاش المراجعات المناظرة تقعد بالعامين. الطرف النقابي احنا تو باش نرجعوا سنة جامعية جديدة باش نعاودوا نشوفوا إضرابات جديدة باش نعاود يعني كل عام نفسه باش تعاود يتكرر. شوف أختي مروة تسمحي لي لأنه أنا جيت وهموم زملائي جبتها معي. أخويا يعني شوف يعني قبل ما ندخل في المقاربة يعني بكري فتحت بعض المواضيع حكينا على أمثلة الفساد، يعني موضوع الفساد هذا كان نقعد فيه حصة كاملة ما نجمش نفهم منه، لكن حكيت على التعيينات. انا نحب هموم جامعه صفاقس والاساتذه بتاع صفاقس تابعين جامعه صفاقس ماذا بيا توصل للسيد الوزير، فهمت؟ وهذه فرصه لان احنا كفرع جامعي عندما اغلقت ابواب في وجوهنا معنا على مستوى حواراتنا مع الجامعه فهمت، يعني طلبنا جلسه مع السيد الوزير وننتظره من جويليه وننتظر ان شاء الله رد ايجابي في السيد الوزير ممكن شيء بعد تعطيه يعني رد. بالنسبه معناها ثم استياء نوعا ما، وربما نحب نستفسر ثم تعيينات صارت في صفاقس فهمت، وانت تكلمت على التعيينات معناها على اساس حزبي وكذا، احنا ولاء سياسي كفرع جامعي فهمت، اللي قلقنا كي يجي ولاء سياسي ويجيب انسان ذو اختصاص وذو كفاءه فهمت ما يقلقش، وثم تعيينات وقعت خارج انتماء سياسي، ربما يتهموا بعض احزاب سياسيه نتعين على الولاءات. احنا مش هذه مشكلتنا في صفاقس، مشكلتنا انك تحط انسان على راس مركز بحث مثلا، هذه مشكله كبيره صارت في صفاقس وصارت فيها عريضه كبيره. الجزء الاخير من الحصه باش نحكيو فيه على البحث العلمي وعلى التعيينات. اقعد لي ديما في شو عملتوا في ملفات الفساد او في مش ملفات الفساد، في مراجعه والاصلاح بالنسبه للمنظومه هذه بما فيها تعيينات معناتها مش متجزء الحكايه هذه. بالنسبه وربما السيد وزير العريضه اللي امضوها اكثر من 100 استاذ مختص في الملتي ميديا والاعلاميه حول معناها اعتراض على وطلب من السيد الوزير انه اعاده النظر في تعيين مدير المركز هذايا، مع احترامنا كبير وصديقي فهمت المدير هذايا وخونا وصاحبنا، ولكن الاختصاص بعيد جدا، وهو الملتي ميديا والاعلاميه يعني اختصاص موجود في جهه صفاقس العديد منهم، ولكن احنا طلبنا بايجاد ديكريتير ما ايجاد معناها اليه شفافه واضحه في التعيينات مثل التعيينات هذه. لن نفرض ان نكون طرف في التعيين هذا باش ما يقولش النقابه هي تحب تعين فلان ولا فلتان، احنا نطالب باليات واضحه فهمت في المسائل هذه، وتكون نتشاركوا في تحديد الكريتير هذوما بدون تحديد الاشخاص، من بعد حتى الوزاره كي تختار الاشخاص على اساس الكريتير هذوكم تكون الناس كل معناها راضيه بالمساله هذه. بالنسبه للجان الانتداب، كلمتين على لجان الانتداب، ما لاحظناه على الاقل من شباك صفاقس فهمت انه ثم اشخاص ثم زملاء يقع تعيينهم في العديد من اللجان، بينما موجودين زملاء اخرين في الاختصاص هذاك في الرتب اللي مطلوبه في كل شيء معناها. هذايا ما تفسير ما لقيناش تفسير مقنع فهمت، اذا كان ما ندخلوش في النوايا وندخلوا في حوايج اخرى فهمت. ربما بالنسبه للجان الانتداب المساله تتعلق ب في حاله عدم وجود النصاب تاع في الانتخابات، ما ثماش 50% الكورونا هذاك يسموه فهمت.
يعني الوزاره تلجا الى تعيين القائمه كامله. انا اعتقد ان ثم مفاوضات مع الجامعه العامه، معناها في مراجعه المساله هذه، هل يمكن انه اذا كان ثم ناس متخليه على دورها، وربما عندنا الانتخابات تقع في سبحيه وثم اساتذه في السبحيه ذاك ما يقروش وما يجوش، يعني المساله هذه لازمنا نشوفوا لها. انا حسب رايي زملاء يعني يطلبوا انه ثمش حل في المساله هذه، في مساله الانتخابات ثم مقترحات موجوده، مقترحات ان شاء الله. فهمت بالله ثم فتح الخطط بالمناسبه هذه. انا حييت، سامحني سمحتي محمد، لحظه برك، على فتح الخطط وعلى النقل وعلى اللجان والانتداب باش ما نهربوش. تو جايين المشاكل التعليم العالي، مشاكل الاساتذه، لكن مثال خلينا نعطيو حظ للطلبه، نحكيو على منظومه إمد اللي هي مرفوضه، اللي هي وكان سيد الوزير قال احنا بيدنا ما احناش قابلينها. نحكيو على تبعات، نحكيو على مراكز البحث العلمي او المخاور نتاع البحث العلمي اللي تشكو واللي عندها مشاكل كبيره وكبيره برشا. الطالب اللي ماشي تحت السقين، ما تسمحوني في الكلمه، لكن طالب توا هو اللي متضرر. نقابه التعليم العالي قلت لك شنو قاعده تعمل كمقاربه في انها يعني في اطار المراجعه والاصلاح، لكن زملائي في البث يقولوا لي مش نرجع لك سي محمد، مش نرجع سي منصف انه سي عز الدين بوعسيده طلب انه يتدخل معنا رئيس جامعه صفاقس، قالوا لي مازال شويه مساش نعاود نعطيك الكلمه. النقابه في اطار المراجعه والاصلاح شنو عملت؟ بالنسبه للمراجعه والاصلاح التعليم العالي، المقاربه مشتركه بين الوزاره والنقابه في جميع مراحلها. معناها قسم اصلاح منظومه التعليم العالي اربع محاور. وكانت لجان تحب تقسمهم واحد اعطيني زوز واحد اعطيني زوز كنا فهمنا اربعه فهمت. معناها المحاور هذه تخص كل ما هو خريطه الجامعيه، تخص الشفافيه. لحظه اخ محمد نقصرك شويه. تفضل. منذ جانفي 2012 منذ بدات الوزاره هذه جديده، كوننا هيئه عليا لاصلاح التعليم العالي. الهيئة العليا فيها 5 من النقابة، فيها 5 من الوزارة، فيها 14 منتخبين من طرف الجامعات، كل جامعة تنتخب واحد. 14 جامعة 14 ممثل. هذه مكونات الهيئة. مكونات الهيئة. شو باش تعمل؟ 24. الهيئة باش تعمل كل شيء. هذه فيها 3 سنوات تحضرنا رؤية جديدة للتعليم العالي. 3 سنوات، احنا تو مشينا فيها سنة ونص تقريبا ولا أكثر شوية. الهيئة هذه تتلقى بعض المقترحات من اللجان القطاعيه الفرعيه في كل مؤسسه جامعيه، وهي تدرس ايضا وتبعث حتى مختصين. بعثنا عده معناها اساتذه جامعيين الى بعض الدول يعني شبيهه بينا، او كما تركيا، كما ماليزيا، كما اندونيسيا، كما فنلندا، معناها باش ناخذ منها بعض الخبر، كما كندا، وجابوا مشاريع نتاع اصلاحات ومشاريع نتاع، والمشاريع تنزل الى اللجان القطاعيه في كل كليه في كل اختصاص، واللجان القطاعيه تعطي اراها وترجع للجنه الوطنيه، واعضاء اللجنه الوطنيه هم بيديهم يتنقلوا يمشوا يزوروا زاروكم هنا في صفاقس عده مرات. جاكم بجره وجاكم هكا ولا بجره الرئيس. الندوات تعملت واحده في قفصه وواحده في قابس. على كل هم المفروض تكون ندوه في كل جامعه ان شاء الله، لكن مازلنا ومازال الوقت مازال بعيد شويه. نحضروا ان شاء الله منظومه رؤيه جديده لاصلاح التعليم. ما نحبوش كما قلت في البدايه في المقدمه الوزير يحك راسه ويحط اصلاح التعليم. انا اقول نقعدوا 3 سنين نصلحوا. ربما تصير مع الحكومة. مراكز السنين سيد الوزير هو صحيح تقول لي احنا توا خذينا فكروا مليح في عقلنا باش نعملوا منظومة تعليمية جيدة لأبنائنا في المستقبل. الهيئة العليا لإصلاح التعليم العالي. هذه الهيئة العليا بالنسبة للطلبة يعني التعليم. قسمت إصلاح التعليم العالي إلى أربعة محاور، وفيها أيضا حتى الجغرافيا الجامعية اللي هي الآن يعني كما تشوفي كيفاش جامعه في قفصه فيها 11000 طالب، وجامعه في قرطاج فيها 45000 طالب. منها في هذه مشاكل التخطيط والنقل والتعيينات وكل هذا. هذا اللي معناتها اللي تحمله النقابه، الهاجس يعني اللي تو تدافع عليه. يعني هو هاجس مشترك بين الوزاره والنقابه. ولكن الاشكاليه شنو سيد الوزير الاشكاليه الكبيره انه في 3 سنين هذوما احنا مش نعملوا منظومه نتاع شفافيه وحكمه رشيد. في انتظار تخرج الوثائق وتخرج القوانين وتخرج القوانين الاساسيه وتخرج، هل في الواقع بتاعنا قاعدين نعاونوا على اساس ان تتكرس المسائل هذه؟ لان ما نستناوش حتى يقولوا لنا كيفاش الشفافيه معروفه، نفاذ المعلومه من اهم الشفافيه. هل الاشياء هذه
نحب نتعاونوا مع الوزارة والنقابة وكذا على أساس أن مؤسساتنا تولي المعلومة فيها متاحة للطالب للأستاذ كل ما هي معلومة تخصه، يعني ما ثماش معلومة مخبية. نهار تولي المجتمع المدني نقابات وممثلين طلبة وكذا في داخل المؤسسة وعلى مستوى جامعة أنه بإمكانهم مراقبة سير المؤسسة هذه، راهو تو الشفافية تجيب طبيعتها. ولكن عندما نصطدم بصد في المسألة هذه نقولوا احنا مازال بعاد على اننا بنش حتى اللي كان جات القوانين وتكتبت وخذر المشروع رانا معناها كامل المحاور سيد الوزير محاور الهيئة العليا لإصلاح التعليم العالي. قلت لي لا شوف انا ما نحبش لان الوقت كان قليل وعندي برشا اشياء اخرى مش حاب نتكلم فيها بالمناسبه هذه. مازال البحث العلمي مش بدنا شيء باش نحكيوا عليه مازال التعليم الخاص خاص بعد الجزء هذه باش نحكيوا على الجامعه الخاصه جامعه عربيه بعد البحث العلمي. مازالت علاقتنا والاتفاقات اللي عملناها مع دول شقيقة ودول صديقة وخاصة مع الجزائر مع ليبيا مع ماليزيا مع العلم أنه مش نعمل بلاتويت نعم. أخرى خاصة بتاع العالم عالي لكن, لكن هذا حلنا الباب اليوم مش بتحط على كل شيء مش تحطه على أجزاء بسيطة. نحن الآن في انتظار أنه اللجنة هذه اللجنة الوطنية تحضر لنا يعني مشروع إصلاح للتعليم العالي ربما حتى هذا المشروع ينزل إلى ربما الى استفتاء عام في اوساط الجامعه ربما ضروري جدا هذا وكذلك شاركوا حتى الطلبه فيه وهو كذلك ربما كذلك ايضا لابد للجامعه ان تندمج في محيطها. يعني ان الان الحمد لله بدانا ننادي يعني ان الجانب الاجتماعي كاتحاد العام تونس الشغل كبعض النقابات الاخرى كمثلا الديوان ايش اسمه الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره يعني ان يحضروا معنا في ندوه العمداء والمديرين ان يحضروا معنا ايضا في ربما في مجلس الجامعات رؤساء الجامعات الى اخره. هذه كل اشياء تخلي الجامعه الان مش تعيش في محيطها تعيش في جوها مش جامعه منغلقه عن نفسها. عملوا ما يسمى بتفتح الجامعه عن المحيط ولكن في الواقع ليس هناك تفتح انا اسميه ادماج الجامعه في المحيط. كل هذه المسائل راهي هامه جدا كنا نتحدث على كل موضوع منها شويه شويه الليله وان شاء الله في ربما فرص اخرى نتوسع اكثر ببيئتنا. لكن نحن الان على ابواب افتتاح سنه جامعيه واللي انت سيادتك صرحت فيما سبق سيد الوزير قلت انه السنه الجامعيه هذه باش تكون ناقصه من باش تكون فيها نقص باش نقول فادحه لكن من الاساتذه ما عندناش اساتذه. نعم عندي ما نعلق على الخبر هذا اللي جابته الخبر هذا الخبر هذا وفي الواقع يسالوا فيه على زيارتي لليبيا. كنت في ليبيا وماذا اتفقنا في ليبيا؟ قلت اتفقنا على عده اشياء ان شاء الله. الاخوه الليبيين يعولوا كثير على تونس يقولوا ان امن ليبيا من امن تونس وامن تونس من امن ليبيا وما عند تونس هو ما عند تونس غير موجود في ليبيا وما هو موجود في ليبيا غير موجود في تونس. فالتكامل يعني طبيعي موجود يعني ضروري. ربما الحاجز الوحيد بيننا وبين ليبيا هي لغه التدريس. انهم يدرسوا باللغه الانجليزيه ونحن ندرس باللغه الفرنسيه هذه اكبر حاجز وهذا الحاجز الوحيد مش حتى شو علاقه الحكايه بالخبر؟ طيب اذا ف في زيارتي ليبيا عرضوا علي مشكل هم لا يعانوا منه. الوضع في مصر حط بدلاله على ليبيا وعلى تونس. الجامعات في مصر الان مغلقه لا تدرس. هناك الاف من الطلبه الليبيين الموجودين في مصر الان يعني هم يبحثوا على ما كانوا مش يحطوه. فكروا في الاردن فكروا في المغرب فكروا لكن دائما عينيهم على تونس انه تونس هي اولى من كل هذه الدول. فاطلبوا من انه ربما يعني هل في امكانيه انه تونس تقبل يعني حوالي 5000 طالب ليبي يجوا من مصر يتحول لتونس. وبنفس المناسبه ماليزيا فكرت في هذا. ماليزيا الان بعثت لنا بعثه لجنه فيها 5 خبراء يطلبوا منا اولا في استعجالي الان حالا يعني ان يبعثوا لنا 1000 طالب يدرسوا في الطب في مصر يتحولوا الى تونس. فنتحدث في هذا السياق. قلت اذا تم هذا الشيء سيكون لنا نقصا فادحا في اطار التدريس. احنا مضطرين باش ندخل التدريس لكن الاشقاء في ليبيا وفي ماليزيا مستعدون معناها ان يدفعوا التكلفه نتاع الطالب كم هي. الطالب يجي لتونس باش يدرس في الجامعه التونسيه الجامعه الحكوميه كم تتكلف تكلفه الطالب؟ تكلفه الطالب احنا عندنا في تونس تتراوح بين 10000 دينار في السنه واكثر من 25000 او 30000 في اختصاصات اخرى متعدده. كل اختصاص واحد مش كما الاداب كما الطب كما الهندسه.
فهم مستعدون يدفعوا ذلك واكثر من ذلك. فهنا يعني نفكر كيف يقع معنا اذا. خاطر قلنا احنا اذا كان بعد التصريح هذا اللي نقلته وسائل الاعلام ما سمعناش منك انت. حتى قلنا انه اذا كان ما فما نقص فادح في الاساتذه ما اللي قاعدين نعرف شنو قاعدين يعملوا معنا. لا 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 هذيك كيفاش تحسبت معنا. صغير سمح لي سي مصر. نعم. اللي اخاف اخاف بعض الاساتذه وبعض الطلبه معناها خاصه الطلبه اصحاب الشهيد الدكتوراه كذا انه كي طرحت بعض حلول بعض الحلول يعني يمكن يقع انتدابات استثنائيه يمكن يقع تعاقب من جديد يمكن يقع التجاء الى اساتذه من الاجانب يعني في ذكر يمكن التجاء اساتذه من الخارج يعني هذه ربما هذا شيء على لا 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 قلت يمكن الالتجاء الى كفاءات تونسيه في الخارج. هذا مش نحكوا عليها بعدين. طيب نحكيوا عليها بعدين. احنا ما عندنا الان في الخارج من الكفاءات الكبيره الاستاذ بروفيسور هو ضعف ما عندنا في الداخل. سي عزيزين بوعسيده سامحوني سي عزيزين بوعسيده رئيس جامعه صفاقس طلب انه يتدخل معنا مع انه كان باش يدخل معنا في اخر الحصه بخاطر سجلنا معاه لكن ما يسالش حضوره معنا بالهاتف يكون اثرى واحسن بالنسبه لنا. سي عزيزين مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا بك سي عزيزين طلبت انه تتدخل معنا. يعيشك مرحبا. حياكم ونحيي السيد الوزير والسيد